معي الدكتور جمال أتورقي، استشاري النفسي من رياض. أهلا بك معنا دكتور جمال. بداية، تم ربط الموضوع، يعني هذه المرة نخصص أكثر بأنه صحيا أو الصحة القلبية تحديدا مرتبطة بالضغوط المالية تحديدا، لماذا؟ وطبعا احنا نتكلم الضغوط المالية هي جزء من الضغوط اللي يمر فيها الإنسان. طبعا أصبحت المجتمعات الآن تحكمها العلاقات المادية أكثر منها العلاقات اجتماعية أو أسرية، وأصبح ربط الإنسان للمكسب المادي هو وضعه الاجتماعي يحدد بالمادي وليس بالوضع اللي هو الأسري. ولذلك أصبح هذا الجهد والتركيز من قبل الناس، وأصبح هم من تحصيل قديش هيحصل من المبلغ، قديش هيكون راتبه، قديش يكون دخله. فهذا طبعا يسبب استرس، والاسترس هذا الضغط اللي احنا نتكلم عنه يرفع هرمون يسموه استرس هرمون اللي هو الكورتيزون، والجسم دائما يفرزه، وهذا طبيعه موجوده في الانسان، ودائما يفرزها الجسم عندما يواجه اي ضغوط، سواء كانت ضغوط خارجيه او داخليه، نعم، حقيقيه او غير حقيقيه. فطبعا دي حتستمر، نتكلم احنا لا تتعدى عده ساعات، لكن اذا استمرت على عده ايام او اسابيع او اشهر فهي بتعمل عمل اللي كان واحد يتناول كميه كبيره من الكورتيزون، بمعنى انه يرتفع ضغط الدم، بمعنى تضيق الشرايين، بمعنى ارتفاع نسبه السكر، نتكلم عن افراز الجهاز الهضمي. هذا كله لفتره قصيره؟ هذه فتره قصيره، لكن اذا استمر الضغط هذا اللي احنا نتكلم عنه اسابيع واشهر، احنا نتكلم انت حيصير رد فعلها على الدوره الدمويه، يصير عنده قصور، وبالتالي يصير عنده جلطات في الدم. اها، بقى ممكن الوضع النفسي يؤدي الى يعني الى مرض او الى تفاقم المرض فيما لو كان موجودا. طب اذا كان المرض موجود طبعا حيصير أسوأ، لكن اذا ما هو موجود طبعا حيزيد من المشكله على المدى الطويل اذا بقي الضغط. نعم، شكرا لك، اعذرني انتهى وقت البرنامج. من الرياض دكتور جمال تورقي، استشاري النفسي.